مساء الخير عليكم ومبروك لكل اليوفنتيني في مصر والوطن العربي على الفوز المهم اللي قرب الدوري السادس على التوالي قدام اي سي ميلان. الماتش اللي كان الجمعه اللي فات اللي خلص 2-1 لليوفنتوس. الماتش تاكتيكلي ما كانش فيه غلطات هجوميه من اليوفنتوس، نصيب دوناروما هو اللي بجد اثبت ان هو من احسن الجول كيبرز اللي في ايطاليا والعالم، وهو لسه عنده 18 سنه بس، فعلا يستحق ان هو يبقى خليفه جيان لويجي بوفون. اليوفي فرض لعبه من اول الماتش لاخره، من اول بوزيشن اللي كان بنسبه 61% لليوفنتوس للفرص اللي على الجون اللي هم كانوا تقريبا في حدود 14 فرصه، 9 قرار في الماتش كله. بالنسبه للتحكيم اللي كان فيه كونتروفيرسي وكلام جامد قوي اليومين دول في ايطاليا، كل جمهور ميلان اللي زعلان قوي على البنالتي نسي اصلا ان جول باك اوف سايد، ودبالا ليه بنالتي لما رقص زفاتا على الثابته، والبنالتي اصلا ديبيتبل هيتمشي، انا شايف ان هي 50-50، مش كارثه تحكيميه يعني، مش زي مثلا الهاند بول بتاعه الزمالك في المقص اللي هي حاجات بين وضوح الشمس. اوفر اند اباف بقى ان ميلان اصلا كان مبهدل الماتش كله، فازاي اليوم عينهم هما لسه يتكلموا؟ انا رايي يعني زي ما دبالا قال بريفلي كده، شوفوا حاجه ثانيه. تشاو.